مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، محافظ العاصمة يحضر عملية تسليم وجبات إفطار صائم للجمعيات الخيرية، حيث يتم توزيع تلك الوجبات على الأسر المحتاجة وفق أعلى الدرجات من الإجراءات الاحترازية. تعمل محافظة العاصمة كعادتها السنوية من خلال دورها المجتمعي والإنساني، وذلك بتسليم وجبات إفطار صائم إلى الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تقوم بدورها بتوزيع تلك الوجبات يومياً على الأسر المحتاجة في منازلهم وفق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصى بها الفريق الطبي. أنا سعيد اليوم نتواجد معاكم في نقطة توزيع المؤن على الأسر المتعففة في محافظة العاصمة، والحمد لله هناك تعاون كبير مع المتطوعين في إيصال هذه المؤن إلى المنازل وبيوت المواطنين مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وأنا أشكر الداعمين المؤسسات والشركات والبنوك على دعمها هذه الحملة، وإن شاء الله بنستمر طول شهر رمضان. الله يعود عليكم بالصحة والعافية. بالنيابة عن الجالية الفلبينية في البحرين، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لشعب وحكومة البحرين وبالأخص لمحافظة العاصمة وعلى رأسها سعادة الشيخ هشام لما قدمه لجاليتنا، الأمر الذي يعتبر حدثا وفعالية مهمة نقوم بها في رمضان، ألا وهي وجبة الإفطار، والتي تعد رمزا للكرم والمشاركة وتماسك تماسك الناس وفرحهم للاحتفال بشهر رمضان الفضيل. المبادرة الطيبة اللي تمثل الشراكة المجتمعية ما بين جميع الأطراف، وإن شاء الله تستمر في السنوات القادمة. ومشكورين يعني موظفين المحافظة على الجهود اللي يبذلونها في هذا الإطار، وإن شاء الله نكون داعمين مستمرين في هذا المجال. الحمد لله وفضل الله لأكثر من سنة مستمرين إحنا مع المحافظة، وهذه الشكر يعني نقدمه للمحافظة والقائمين على هذا المشروع من جهات خيرية ثانية. تأتي هذه المبادرة الخيرية في إطار التأكيد على مبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وتعزيز تكاتف المجتمع وثقافة العطاء الإنساني، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.